بكم إلى حلقة جديدة وصفحة أخرى من صفحات تاريخية بين سطورها نتتبع خطوات الراحل بكي بن بارك الهبيل نحو استقلال المغرب. في الحلقة السابقة توقفنا عند إبحاره نحو فرنسا في دجنبر عام 39-900 تلبية لنداء جلالة المغفور له السلطان محمد بن يوسف حينما نادى بمساندة العالم الحر في حربه ضد النازية. في حلقة اليوم نكمل المشوار. حدود الفرنسية البلجيكية أصيب البكاي في رجله اليمنى، وذلك تحديدا في فاندغاس قرب سودان الواقعة بغابة فوغي دي زاردان. من هناك تم ترحيله كأسير إلى إكس لا شابيل بألمانيا. ونظرا لاستعصاء علاجه بسبب ما يعرف بلاغونغرين أو الجرجرينا، أي الموت النسيجي للخلايا نتيجة لانسداد في مورد الدم، نتيجة لذلك والاستعصاء علاجه بترت رجله اليمنى. وهكذا اشتهر البكاي برجله التي فقدها في الحرب العالمية الثانية، والكل يعرف مقولته الشهيرة التي كان يرددها فداء لوطنه في كل المحافل: لقد فقدت إحدى رجلي دفاعا عن العالم الحر، وإنني لمستعد للتضحية بالأخرى في سبيل وطني وملكي. ولعل حسن الأقدار لم يطل المقام بالبكاي على الأراضي الألمانية، فسرعان ما عاد للوطن في إطار تبادل للأسرى بين السلطات الفرنسية والألمانية لم يدم لفترة طويلة. وبعد عودته لأرض الوطن عين قائدا على قبيلة بن درار شرق المملكة سنة 41-900. حينها شكلت هزيمة الجيش الفرنسي أمام النازية سنة 40-900 منعطفا في تاريخ المغرب، حيث تشكلت حكومة فيشي الموالية لألمانيا والتي استنزفت خيرات ومقدرات المستعمرات الفرنسية. والمغرب بدوره كان موضوعا لتشريعات حكومة فيشي، وبالتالي سعى النازيون وحلفاؤهم آنذاك للسيطرة على أوروبا وشمال إفريقيا، وهو الأمر الذي لم تستسغه أمريكا، فسارعت إلى الوقوف إلى جانب دول الحلفاء للقضاء على هذا الخطر المحدق الذي بات يهدد شمال إفريقيا بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة، خاصة وأن المغرب يمثل حزاما أمنيا بالنسبة للاستراتيجية الأمريكية إبان الحرب العالمية الثانية، وفقدانه يعني خسارة لأمريكا وحلفائها. من هذا المنطلق سارع الرئيس الأمريكي روزفلت آنذاك إلى إرسال 3 وفود للبحث عن المكان والوسائل التي يجب استعمالها لمواجهة دول المحور قبل متم سنة 42-900. وبالفعل قررت القيادة العامة المشكلة من أمريكا وبريطانيا أنه من الأنسب استراتيجيا إنزال قوات الحلفاء في شمال إفريقيا وتشكيل قواعد عسكرية لضرب ألمانيا في أوروبا. حينها ألح الأمريكيون على أن يكون الإنزال بالمغرب على المحيط الأطلسي. وعندما تمت عملية إنزال القوات الأمريكية على الأراضي المغربية في 8 نوفمبر من عام 42-900، استدعي البكاي من طرف الجيش الفرنسي لتكليفه بمهمة إدارة الشؤون الاجتماعية العسكرية، وكان هذا المكتب يسمى آنذاك بليتا ماجور، وكان مقره بمدينة وجدة شرق المغرب. ومنذ ذلك الحين وإلى غاية دجنبر من عام 44-900، والبكاي يشغل المهمتين المدنية والعسكرية. وفي يناير من عام 45-900، عين البكاي باشا على مدينة صفرو التي لزم فيها هذا المنصب إلى حين تقديم استقالته في نفس اليوم الذي نفي فيه السلطان محمد بن يوسف، وذلك سنة 53-900. اعتراضا على نفي السلطان محمد الخامس طيب الله ثراه من قبل السلطات الفرنسية. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم.
يتجدد موعدي بكم في حلقة قادمة نسلط فيها الضوء على حيثيات استقالة البكاية وعودة السلطان محمد بن يوسف إلى أرض الوطن. حتى ذلكم الحين، هذه هدى نصر الدين البكاي تحييكم، وإلى الملتقى بمشيئة الله.